كنجيو نقابلو الكرزقك المواطن كنباتو في الخلاق وسط المجرمين والشمكاره والشفارة، واش غنرجعو عاد ولادنا ولا لا؟ الدولة واش خمت فينا واش غنرجعو عاد ولادنا ولا لا؟ ولا ما رجعتش اش غيطرى لولادي؟ بغينا حنا خدامين على الزنقة، بغينا حنا خدامين على الزنقة، حنا ما رجعناش اش غيطرى لولادنا؟ البارح من الوالدين المسؤولين كلشي ملكيين حسن البارح من الوالدين السلطات كاين اللي ما يخلصوش السلطات ساندنا تاكلنا واش كيقول لي؟ اللي شرب شي حبة يخرج الحساس اللي دار مع مرتو يخرج الحساس اش غنديروا؟ اللهم انتحروا المشكل واحد المشكل كنعيشوا دابا واحد المشكل كنعيشوا دابا حنا حنا دابا هاد الناس هادو حتى واحد ما ساكن هنا هاد الساكنه اللي كان مقابل اليوم هاد الحساس رزقهم فينا هما اليوم فينا هما ها هو السيد كوما واش شي واحد من الساكنه هاود عنده ما عندوش حتى درهم ما عندوش يلاه بدا خدام ما كيصورش بزاف عنده سكانيرات يلاه والده ليه مرتو واش هاد الساكنه شافوا فيه واحد عاونوا معاه العساس اللي تعاونوا واحد تفرقع من راسو التليفون عندي عامر راه بزاف عامر ما تمشي عامر واش نقول موت واحد واحد حنا العسه حنا العسه غنورثوها لولادنا والله يرحم الوالدين راه ولادنا راه كنقريوهم بالزز الله يرحم الوالدين هيكلونا حنا ما بغينا والو باغي نتهيكلو باش حتى حنا نقدروا الا مت في الزنقه او شي حاجه ولدي يستافد من واحد التفرجيته تقدر تعطي ليه الدوله باش يعيش باش انا نقدر الا خديت بورت ماكريدي نقدر نخلصها ولا مت استافد منها ولدي راه حنا كنقصوا رزقنا من الكودرون تعاونوا معنا الله يرحم الوالدين الحارس وليد المحامي الحارس وليد البوليسي الحارس وليد الكوميسير شنو الحل اللي عايشين فيه حنايا في الدرب في السبان في المعيار في كل شيء نسيت وقع العساس راه كان كيوقع لي شحال هادي ولكن دابا عامش حنا جينا اليوم باش نفضوا الغبار على المشاكل هادو نفضوا عليهم الغبار ونبينوا اي حاجه على الحقيقه ديالها وعباد الله واش العساس اللي تيقوم بواحد الدور جسيم في حياته يعني رزقه مقابل الحياة ترجع ولا ما ترجعش يعني ملي انا عليا الضغوطات كاملة وكنخدم انا هذه الخدمة كاملة فين هما الحقوق ديالي فين هما انا كنعطي الواجبات فين هما الحقوق الناس المسؤولين انهم ياخذوا العساس بعين الاعتبار ويعطيو حقه ويخدموا معاه باش يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم واحد التعاون من اجل السلم والسلام ديال هذه البلاد هذه اعانكم الله. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.